من الأعماق لهذا المؤتمر المبارك الذي ينعقد تحت شعار طب المستنصرية تصميم إرادة إبداع، وبرعاية مباركة من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرزاق العيسى، وبإشراف مبارك من الأستاذ الفاضل الدكتور صادق محمد الهماش رئيس الجامعة المستنصرية، وبالرئاسة المباركة للأستاذ الفاضل الدكتور علي إسماعيل عبد الله عميد كلية الطب، ينعقد المؤتمر 13 لكلية طب المستنصرية مبارك من الأعماق، وليبقى صوتكم الأعلى نحو عنان السماء. والله والله ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر في جبينه. الأستاذ الفاضل الدكتور علي إسماعيل عبد الله عميد كلية طب المستنصرية رئيس المؤتمر فليتفضل مع وافر المحبة وعظيم التقدير والاعتزاز. السيدات والسادة الحضور الكرام، الأخوة والأخوات المشاركون في هذا المؤتمر جميعا، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجميل الذي يعبق بشذى العلم ويسهو ببهاء المعرفة، احتفاء بانطلاق فعاليات وأنشطة المؤتمر العلمي 13 لكلية الطب المستنصرية، حيث أصبح عقد هذا المؤتمر تقليدا سنويا وعلى مدار 13 سنة حقق خلالها نجاحا لافتا وسمعة مرموقة، حيث بات محطة بارزة على خارطة المؤتمرات الطبية التي تطلع بدور هام في تطوير وتحسين وتصحيح مسار القطاع الطبي وتبادل الخبرات وابتكار الحلول التي من شأنها النهوض بواقع القطاعات الطبية المختلفة. السيدات والسادة، إنها لبهجة كبيرة أن تكون إقامة هذا المؤتمر لهذا العام مصاحبة للمراحل النهائية من أعمال التأهيل لأبنية الكلية الجديدة في مجمع المستنصرية الطبي في منطقة حي القادسية في بغداد، حيث وبإمكانيات ذاتية الكلية ورئاسة الجامعة وبإسناد ومتابعة مباشرة من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم إكمال تأهيل بعض الأبنية في المجمع والأخرى في طور الاكتمال إن شاء الله، حيث من المؤمل افتتاحها خلال الفترة القريبة القادمة بعد صبر وانتظار طال أمده، ولأكثر من 4 عقود هو عمر الكلية في موقعها المؤقت، حيث عانت طوال هذه السنوات من ضيق المساحات المكانية، إلا أنه وبرغم ذلك كله فإن مسيرة الكلية العلمية بقيت محافظة على خط بياني متصاعد، وهذا ما لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً، وتصميم وإرادة وإبداع جميع منتسبي الكلية. ولذا كان شعار مؤتمرنا لهذا العام طب المستنصرية تصميم إرادة إبداع، مستلهماً من تلك المعاني ومعبراً تعبيراً حقيقياً عن واقع الحال. نعم، إنه تصميم نحو الرقي العلمي ومواكبة الحداثة في التعليم الطبي والبحث العلمي. هذا التصميم المستند على إرادة قوية مصحوبة بإبداع لافت في تحقيق الأهداف المرسومة وفق منهجية واضحة وضمن الإمكانات المتاحة. أود أن أتقدم بأسماء آيات التقدير والإجلال والعرفان إلى أرواح الشهداء الذين واجهوا بكل بسالة الإرهاب وداعميه، والذين لولاهم بعد لطف الله سبحانه وتعالى لما تحررت الأرض ولما استمرت عجلة العلم والمعرفة ولحل الظلام. جزيل الشكر وعظيم الامتنان موصول أيضاً للمقاتلين الأبطال أبناء قواتنا المسلحة بجميع صنوفها، الذين لولا تضحياتهم وبطولاتهم لما كان لنا اليوم أن نجتمع هنا في رحاب هذا الكرنفال العلمي المبارك. كما لا يفوتني أن أسجل شكر الجزيل وامتناني العميق لجميع العاملين الذين أسهموا في الإعداد لهذا المؤتمر، ولكل الباحثين والحاضرين في سبيل إنجاحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الأكارم، الحضور الأحبة، صوت وزارتنا المجاهدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وهي تفخر بهذا الحشد العلمي المبارك وبهذا المؤتمر العلمي. يأتينا مجلجلاً في أعماق هذا المؤتمر عبر كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرزاق العيسى، يتفضل بإلقائها مشكوراً ممثل معاليها الأستاذ الفاضل الدكتور محسن الفريجي مستشار الوزارة لشؤون المناهج والاستراتيجيات التربوية، فليتفضل مع وافر المحبة وعظيم التقدير والاعتزاز. بسرور بالغ أنقل لكم تحيات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى المحترم، مع تمنياته لمؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق. واسمحوا لي بداية أن نبارك لشعبنا العراقي العزيز الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة البطلة وقوات الحشد الشعبي المقدس في تحرير كافة أراضي العراق من دنس عصابات داعش التكفيرية الإرهابية. وبعد التحرير تحرير الأرض نحتاج إلى محاربة هذا الفكر الهدام، وهنا تقع المسؤولية ليس فقط على وزارة التربية أو التعليم العالي، وإنما على جميع المؤسسات في محاربة هذا الفكر الهدام الذي حقيقة دمر كل معالم الإنسانية والحضارة في العراق. أبارك للجامعة المستنصرية ولعمادة كلية الطب انعقاد هذا المؤتمر، وأبارك للجنة التحضيرية التي هيئت وأعدت الاستحضارات اللازمة لانعقاده، والذي يتصدى لمواضيع في غاية الأهمية والمجتمع العراقي بأمس الحاجة لها الآن. ويمثل هذا المؤتمر ثمرة من ثمرات العطاء السخي لهذه الجامعة، ونأمل أن تكون بحوث المؤتمر إضافة نوعية لتطوير القطاع الصحي في العراق، فضلاً عن الاهتمام بواقع التعليم الطبي كما أشار السيد عميد كلية الطب. سيدات والسادة الحضور الأفاضل، لا يخفى على حضراتكم الرؤية الاستراتيجية التي تؤمن بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال ترسيخ المفاهيم المعرفية والعلمية والمهارات والقيم النبيلة وأخلاقيات المهنة، وتطوير البحث العلمي وتنمية ورعاية الإبداع والابتكار والتميز الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية الثالثة للألفية الثالثة اللي انتهت الآن بعد سنة 2015، والآن بدأت أهداف التنمية المستدامة اللي هي تقريباً 17 هدف و169 غاية، وبعض هذه الأهداف يؤشر على التعليم الجيد ويؤشر على الصحة الجيدة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نكرر الشكر والتقدير لرئاسة الجامعة المستنصرية وعمادة كلية الطب وللسادة العمداء والحضور الكرام والباحثين والمشاركين وللأخوة من وزارة الصحة ومن مجلس محافظة بغداد ولجميع الحضور. والله نسأل أن يوفقنا جميعاً ويسدد خطانا لما فيه الخير والأمن والأمن والأمان والسلام لشعبنا ولبلدنا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعتنا المستنصرية جامعة الإبداع والتفوق والتميز، يأتينا صوتها هادراً عبر كلمة يتفضل بإلقائها مشكوراً الأستاذ الفاضل الدكتور صادق محمد الهماش رئيس الجامعة المستنصرية المشرف العام على هذا المؤتمر، فليتفضل مع وافر محبتنا وتقديرنا واعتزازنا. إن حرصنا على عقد هذه المؤتمرات يأتي من إيماننا العميق بضرورة هذه المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات بين القائمين على تقديم الخدمات الطبية والصحية من أجل تحسين هذه الخدمات وتقديمها بأفضل صورة وعلى أحسن وجه. وإنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا العزيز والظروف الخاصة التي تمر بها جامعاتنا وخصوصا الجامعة المستنصرية، فإن الخط البياني لإنجازاتنا العلمية وخصوصا في هذه الجامعة لا زال في خط
متصاعد متوازي، وما تحقيق الجامعة المستنصرية الدرجة الـ35 من بين مئات الجامعات العربية في تصنيف QS، واللي تتقدم 10 مراتب في هذا التصنيف، إلا دليلاً على هذه الإنجازات والخط العلمي المتصاعد. إن عقد هذا المؤتمر وتحت هذه الشعار يأتي بعد عقد المؤتمر السابق، ولتمر خلال هذه السنة بحدثين مهمين. الحدث الأول هو قرب افتتاح مجمع المستنصرية الطبي، هذا المجمع الذي عجزت كل الإدارات السابقة عن تحقيقه وعن إكماله، يأتي اليوم ليستكمل كافة الإجراءات من أجل افتتاحه، لتكون الجامعة المستنصرية من أكبر الجامعات ومن أكبر كليات الطب من حيث الطاقة الاستيعابية في بلدنا العزيز. ويأتي استكمال هذا المجمع بدعم مباشر من معالي الوزير ومن كوادر الوزارة ومن العاملين في الجامعة المستنصرية بصورة عامة وكلية الطب بصورة خاصة. والحدث الآخر هو الانتصار الذي حققه شعبنا العزيز وقواتنا الأمنية بكافة صنوفها على فلول الجهل والضلال الذي أرادوا ببلدنا سوءا. وكانت الجامعة المستنصرية ترفع شعار يد تقاتل ويد تبني، فكان لها الدور البارز في دعم قواتنا المسلحة ومقاتلين الأبطال بكافة بالمقاتلين الأشداء وبتسيير قوافل المساندة وبعقد المؤتمرات الإعلامية لدعم أبطالنا الأبطال. وفي الختام أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للجان التي عملت من أجل تحقيق وإنجاح هذا المؤتمر، وللباحثين الذي سيكون لبحوثهم أبلغ الأثر في نجاح المؤتمر، والذي نأمل أن تلقى هذه البحوث التطبيق المباشر ما يقدم أفضل الخدمات الطبية لشعبنا العزيز. والشكر موصول لجميع ضيوفنا وخصوصاً الذي تجشموا عناء السفر من خارج العراق ومن داخله، ولجميع الذين حضروا اليوم في هذا المؤتمر. وفي الختام نقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل مشكورا ممثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الفاضل الدكتور محسن الفريجي، مستشار الوزارة لشؤون المناهج والاستراتيجيات العلمية والتربوية، مصحوبا بالأستاذ الفاضل الدكتور صادق محمد الهماش رئيس الجامعة المستنصرية المشرف العام على هذا المؤتمر المبارك، والأستاذ الفاضل الدكتور علي إسماعيل عبد الله عميد كلية طب المستنصرية رئيس المؤتمر، لتوزيع دروع الوفاء والعطاء إلى السادة المكرمين مع وافر محبتنا وتقديرنا واعتزازنا. مبارك لرئاسة الجامعة المستنصرية وعمالة كلية الطب في الجامعة المستنصرية على إنعقاد المؤتمر
العلمي 13 لهذه الكلية، وهذا المؤتمر الدولي الذي نأمل أن تصب بحوثه في خدمة العملية التعليمية، بالذات التعليم الطبي والصحي في العراق، نظرا لأن الخدمات الصحية في العراق لها أهمية كبيرة في الوقت الحاضر. نأمل أن تكون بحوث هذا المؤتمر بحوث تطبيقية لها تأثير فعال ولها دور في خدمة القطاع الطبي والصحي في العراق. الشكر والتقدير لرئاسة الجامعة ولعمالة كلية الطب واللجنة التحضيرية التي أعدت وهيئت الاستحضارات اللازمة لهذا المؤتمر. تضمن المؤتمر إقامة 9 جلسات علمية تناولت محاور عديدة تشمل التعليم الطبي ومستجدات الطب الباطني والجراحة ودراسات في طب المجتمع وتطورات علم أمراض الأورام ومستجدات الجراحات التخصصية ودراسات العلوم الطبية، بالإضافة إلى دراسات في الطب الباطني. عقدت الكلية الطب الجامعة المستنصرية مؤتمرها 13 تحت عنوان الكلية الطب الجامعة المستنصرية إرادة وإبداع وتصميم، وقد حفل وسيحفل هذا المؤتمر بتقديم عدد كبير من البحوث الطبية في المجال الطبي والتي ستلقى تطبيقا مباشرا من أجل تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأبناء بلدنا العزيز. وكذلك يتم على هامش المؤتمر افتتاح معرض اللوحات الفنية لطلبة كليات الطب من باب تطوير النشاطات اللاصفية لطلبتنا الأعزاء، وكذلك سيتم عقد عدد من ورشات العمل الخاصة بمختلف مجال التعليم الطبي. على بركة الله تم صباح هذا اليوم افتتاح فعاليات المؤتمر 13 لكلية طب الجامعة المستنصرية والذي يعقد تحت عنوان طب المستنصرية تصميم إرادة إبداع، حيث تم عرض العديد من الفعاليات العلمية المميزة والأوراق البحثية التي تعنى بمعالجة مشاكل المجتمع وبالأخص مشكلة وقضية الخدمات الطبية في المستشفيات والمؤسسات الصحية داخل العراق، حيث استعرضت الندوة الافتتاحية التي تم من خلالها استعراض أهم المشاكل التي تعوق تنفيذ تطبيق الأدلة الإرشادية في المستشفيات والمؤسسات الصحية وسبل علاج هذه الظاهرة وكيفية تنفيذ واعتماد أدلة إرشادية خاصة بالعراق كما هو حال دول العالم أجمع. أيضا تم خلال هذا المؤتمر عرض العديد من البحوث العلمية المميزة من قبل باحثين من داخل وخارج العراق، حيث شارك في هذا المؤتمر عدد من الباحثين البارزين من وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور محمد مهدي الأزري من كلية ليستر البريطانية والأستاذ الدكتور نبيل عبد الحميد من جامعة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. تحية من الشعب المصري كله ومن قيادة وكل اللي في مصر لكل أحبابنا وإخواتنا وأهلنا في العراق، وكل التهاني من كل الشعب المصري على تحرير العراق من غشم الدواعش. أما ما يخص المؤتمر بالنسبة لي أنا شخصيا هذه ثامن زيارة إلي للعراق الحبيب، وكل مرة بأرجع فيها لمصر دائما أحكي عن الحياة في العراق وعن البحث العلمي في العراق وعن نشاط العراق العلمي المشرف. يمكن أنتم متميزين عن معظم الدول العربية بصراحة أن أنتم مهتمين بالعلم ومهتمين بالبحث العلمي، مهتمين بالمؤتمرات وتنفقون عليها علشان تلاقح الأفكار ما بين الشعب العراقي، لأن طبعا إحنا لو ما بنسويش المؤتمرات ستحدث عزلة ما بين الأوطان وبين بعض، والمؤتمر هو يمكن أكبر مكان تستطيع الناس للتلاقي فيه. Student assessment. We should also improve our student assessment by implication of active blueprinting, by implication of a blueprinting that depends on the outcome, depends on the objective,
and on the goals of the study. And of course, a program evaluation, and this should be implicated in an active way. And these three weak points should be corrected to get accreditation, because accreditation is not only archiving of what we have. شرفنا اليوم بحضور المؤتمر الثالث عشر للجامعة المستنصرية كلية الطب. هذه الجامعة العريقة وكليتها العريقة اللي ساهمت بشكل كبير جدا في تطوير الخدمات الطبية والصحية في بلدنا العراق، وكذلك من خلال خدماتها المقدمة للمواطنين. حضرنا اليوم ممثلين عن معالي وزيرة الصحة. اليوم لاحظنا وجود كم كبير وهائل من البحوث والمحاضرات العلمية الكبيرة قدموها أطباء عراقيين وأطباء أشقاء عرب وكذلك أجانب. لاحظنا تفاعل بتقديم خطوات كبيرة في مجال التطوير المناهج الدراسية الطبية، ومن خلال التواصل مع الجامعات العالمية واستخدام وسائل الإنترنت وخاصة الدراسة عن بعد. هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير جدا في تطوير المناهج وتطوير الخدمات ومستوى الطلاب كليات الطب، وبالتالي راح تكون مخرجات هذه الكليات هي مدخلات إلى وزارة الصحة، واللي من خلالها إن شاء الله راح يتم تطوير. كان هناك رأي معالي وزيرة الصحة بأهمية دعم الكليات الحديثة للطب من خلال تنسيب الأطباء والكوادر من وزارة الصحة. هذا التفاعل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي على أتم وجه، وإن شاء الله نتمنى أن نقدم الأفضل في هاي المؤتمرات ومن خلال هاي المحاضرات ومن خلال هؤلاء العلماء اللي يوم على يوم يثبت العراق أنه بطل في مقارعة الإرهاب وبطل في تقديم العلم كرسالة إلى الدول المجاورة ودول العالم. تشرفنا اليوم بحضور المؤتمر الثانوي لكلية طب المستنصرية. هذه الكلية العريقة التي تأسست منذ عقود من السنين، رفضت وزارة الصحة ودوائرها بعشرات الآلاف من الكفاءات والكوادر المتقدمة من الأطباء وغير الأطباء. كلية الطب لها صلة وثيقة بإدارة صحة بغداد الكرخ، على اعتبار أنه أولا وجود البناية في اليرموك، مستشفى اليرموك التعليمي وطب المستنصرية، وأيضا حضور العميد في اجتماعات مجلس الإدارة سواء لدارة الصحة أو المستشفيات التعليمية. فالتواصل مستمر والصلة وثيقة بين دار صحة بغداد الكارخ وطب المستنصرية، وهناك لقاءات أخرى سوف عن طريقها يتم توثيق العلاقة أكثر فأكثر إن شاء الله. الحقيقة هذا المؤتمر العلمي لكلية طب الجامعة المستنصرية هو ينعقد سنويا وبشكل دوري، وهو يركز بشكل كثير على الجانب العلمي والعملي والتطبيقي في كل أفات المجالات العلمية الطبية، سواء في العلوم الطبية الأساسية أو العلوم الطبية السريرية. وإني أرى المحاور الأساسية في المؤتمر من ورشات عمل ومن جلسات علمية تتضمن في كافة الاختصاصات، ولها فائدة كبيرة من الناحية النظرية ومن الناحية العلمية ومن الناحية التطبيقية، وتنعكس بصورة إيجابية على المرضى، فتتناول كثير من الأمور. وفي مجال اختصاصي هناك يعني جلسة كاملة بخصوص أمراض القلب تتضمن يعني الجوانب العلمية والنظرية وكذلك التطبيقية بخصوص أمراض القلب من قبل الباحثين من كلية الطب الجامعة المستنصرية وكذلك من خارجين من الجامعة. هذا هو شهيد المؤتمر. عقد 5 ورش عمل بحثت مواضيع مختلفة، أبرزها تقنية تنظير الرحم، التقييم الناقد للأوراق العلمية، التدبير الطبي للعقم عند النساء، استراتيجيات تحسين نتائج علاج مرض السكري، وكيفية إعداد جلسة تعليم طبي في الدراسات الأولية. الأوبزرفيشنال كيس كنترول، كروس سكشنال كيس كنترول، وكوهورت، وعندنا الكلينيكال ترايل اللي هي اكسبيرمنتال. أما أنت في تعرف سبب علاقة سببية، أو تعرف إنه هذا الدواء يفيد أو ما يفيد، أو تعرف بروجنوسيس يعني يا فاكتر مثلا بالبنكرياتاتس مثلا ليفل اوف اميليز لو ليفل اوف كرياتينين لو ليفل اوف كالسيوم، يا هو اللي بريدكت بور اور جود بروجنوسيس.
او تريد دايجنوستيك، يعني البحوث دايجنوستيك. مثلا انا بدي اقول هذا النيو بايو ماركرز از فيري اكوريت ان دايجنوزينج مايوكارد انفاركشن از ذا تروبونين، تروبونين اللي موجود هسه متوفر مثلا. نشكر عمادة كليتنا بتوفير الفرصة الحلوة بحضور المؤتمر العلمي 13 الكلية اللي بمحاضرات علمية من أساتذة من كليتنا ومن خارج الكلية، وحضرنا احنا أغلب هذه المحاضرات وكلش فادتنا بالمستجدات أحدث المعلومات الطبية، وإن شاء الله تكون تتكرر مثل هيك فرص، وإحنا دائما نحب نحضر هيك أشياء. الجلسات العلمية كلش استفادينا منها. ضم المؤتمر 9 جلسات علمية وعلى مدار يومين، يومي الخميس والجمعة. الجلسات العلمية تناولت البحوث والمستجدات وآخر المستجدات العلمية في اختصاصات الطب الباطني، الجراحة، الجراحات التخصصية، طب المجتمع، أمراض الأورام واختصاصات العلوم الطبية. وكما تم إجراء عدد من الورش العلمية خلال يومي المؤتمر وبحضور الأساتذة والتدريسيين من كلية الطب المستنصرية ومختلف أرجاء العراق. أحب أول شيء طبعاً أشكر عمادة كلية الطب جامعة المستنصرية أنه وفرت لنا هاي الفرصة ودعتنا أنه نحضر المؤتمر 13 لكلية الطب جامعة المستنصرية. أحب أشكركم لأنه خلونا يعني أنه نطلع على الأبحاث الجديدة بمختلف مجالات الطب واللي أكيد حتفيدنا طبعاً بمجال عملنا مستقبلاً. أنا كطالبة مرحلة سادسة كلش كنت محتاجة هذا الشيء، لأنه أطمح إن شاء الله أنه من أتخرج يفيدني أكيد بخدمة بلدي وأهلنا العراقيين إن شاء الله. وشكراً أكيد لكل الأعلام كلية الطب جامعة المستنصرية ومن غير الكليات وحتى من غير العراق اللي شرفونا. على هامش المؤتمر افتتح رئيس الجامعة معرض المكاتب الدوائية الذي شاركت فيه شركات عالمية متخصصة بالأدوية، ومعرض الفنون التشكيلية الخامس لطلبة الكلية، ومعرض بوسترات البحوث العلمية.